اتفقوا على صيغه حتى نعدل هذا يعني، فهذه الاشكاليه قائمه. فالسيد الحلبوسي اختار من الناس المرشحين هو او الاعضاء المرشحين تحت قبه البرلمان اللي هم اربعه محترمه. هو السيد الحلبوسي من عقد هذا الاتفاق ما بمثلبه عليه، نعم، ما بفشله يعني، ما بيها رجل تنازل لرجل، نعم. قضية اتفاق سياسي، والاتفاق السياسي يبرم مع جميع الأطراف، سنية، نعم، شيعية، كردية، ومش الموضوع هو ما بيفد شيء، لكنه أنه إحنا بدينا ننضج، نعم، صحت آخر ست أشهر، لكن حسن باتفاق، حسن الاتفاق، نعم، يمشي يوم السبت، ما يمشي، أكو تصير عقبات، هذا مفاجآت موجود، كله موجود، ربما مفاجآت، والطرف الثاني دا يتحرك أيضا، نعم، ودا يحاول يروح بطريق آخر، لكنه أعتقد الأغلبية ماشية يعني باتجاه، نعم، حسم الموضوع يوم السبت إن شاء الله.